السكن وزيادة الأجور لمختلف القطاعات، ناهيك عن المنجزات في الصحة والفلاحة والتعليم والقطاع الصناعي. وسأكون محظوظة بأن كلفني زملائي تسيير هذه الندوة في موضوع يرتي شهية النقاش وعد المنجزات واستشراف المستقبل. الحكومة مازال غالي النشاط ديالو وغالي الخدمة ديالو، وهذا دليل آخر. ولكن قبل باش يدي هذا المنتدى، أريد فقط في السي إبراهيمي الإخوان، كنا عندنا إخوان اللي نجحوا في الانتخابات الجزئية، أريد أن نكرمهم وأن شكون الإخوان اللي كاينين هنا اللي نجحوا. نرحب بك العائلة ديالك الجديدة والإخوان حتى اللي ما توفقوش، مرحبا بهم ونشجعوهم إن شاء الله المرة الجاية غادي يكونوا في إن شاء الله إن شاء الله. إذا غادي تقوموا باش ما نطولش عليكم. الحصيلة الحكومية غادي تدخل السي محمد الدكتور اللي راه في قلب الموضوع اللي كنا بزاف المعطيات إن شاء الله. كما راكم تشوفوا رغم الإكراهات ورغم الحروب اللي وقعة ورغم الجفاف الحكومة تحت رئاسة ديال السي عزاف النوش بالرعاية ديال صاحب الجلالة الله ينصرو، راكم تشوفوا كيفاش المنجزات اللي كدار. راه الواحد كيقول كيفاش هاد الحكومة هادي زايدة قدام وغادية، وكتشوفوا المشاريع وكتشوفوا الزيادات للحصيلة الاجتماعية والسوسيال، كيفاش كتخدم الحكومة ديالها. يعني راه شاف وراه وقت اللي يكون ديال القمه ديال الجدار وباش الحكومه ما توصلوش لهذه الانجازات. نشكروا غادي الاخوان يعطيكم داك الشيء اون ديتاي. مرحبا بكم مره. استراتيجيه الحكومه مع الالتقائيه ديالها مع التدبير المحلي في الجامعه، بما انني رئيس الجامعه غادي نتكلم كيفاش يعني انخرطنا في استراتيجيه الحكومه وكيفاش استفدت الجامعه ديالنا بهذا الاستراتيجيه وهذه خريطه الطريق اللي وضعتها وهذه التنميه المنشوده. اليوم انا ما غاديش الحصيله، كما قلنا ديما السي محمد الصديقي وزير الفلاحه كان يقول لنا الاعمال ديالنا هي اللي تتكلم، لان اليوم لقاو خصوم سياسيين، خصوم بمعنى المجازي، راه كلشي ولاد الوطن واحد، انما حتى في الاحزاب الاخرى راه كاين ناس طيبين وناس يعني اكفاء. تكلمنا اليوم، الا تكلمنا على الحصيله ماشي انا اللي غادي نتكلم عليها، وانما المواطن هو اللي غادي يتكلم عليها. شكون الفئه اللي غادي يتكلم عليها؟ الفئه اللي كانت مسحوقه، الفئه اللي كانت ما تدخل حتى شي، ما عندها حتى شي دخول. اليوم الحمد لله الحمايه الاجتماعيه عطات النتيجه ديالها. الكلام تاع الحكومات السابقه كانوا يتغناو بهذا الكلام هذا، ولكن كان غير دي تيتر، يعني غير شعارات. ولكن هذه الحكومه فاش نجحت في التنزيل ديال هذه الاجراءات، والتنزيل هو الصعيب كما قال السيد رئيس الحكومه. راه التنزيل هو الصعيب، لان ما علاش، راه خصك كلفه ماليه. حنا كاع القطاعات اللي نجحنا فيها قطاعات غير منتجه، من نهضروا على الصحه، الدوله غادي غير تخسر الفلوس على الصحه، التعليم، غادي الدوله غير تخسر الفلوس، ما غاديش تدخل مورا شي حاجه، غادي تبني الانسان طبعا، ولكن خصها موارد، ديك الموارد من جيبها؟ هنا حسن التدبير، هنا هاد الحكومه لقات الاليات، لقات الاليات والتدابير كيفاش تجيب الفلوس، كيفاش تشوف انها يعني النمو تاع البلاد يطلع، كيفاش انها تساهم بالتشغيل تاع الشباب، وان كان انا نقول لان اليوم التشغيل غير مهم، التشغيل ربما هاد السنتين المقبلتين غادي يتكرسوا كاملين، التشغيل كاملين الشغل، لان ما كان جفاف وكان عندنا ازيد من 230 الف منصب شغل اللي مشى لنا، بالرغم اننا كان الاقلاع السياحي اللي ولاو، لان ما كنا باش خرجنا بكورونا كانوا يعني داروا تدابير كبيرة باش ولينا درنا رولونس ايكونوميك من جديد. نموذج تاع جامعة أهبال، وتمنيت يعني الرؤساء كامل يعطيو النماذج للجامعة باش نحطو ما هو نظري وهو تطبيقي نحطوه، وكما قلت قبيلة أنا السيد واحد غادي يفهمني أكثر، لأنه كان في التدبير واليوم راه في التشريع، يعني راه يمزج ما بين راه بوليفالون. قلت بأنما هذه التكاملية خصها هي اللي ديرها الجامعات الترابية باش تخدم على حساب لو بيتشي اللي عندهم. كاين مبادئ اخرى اللي ما تكلمنا على هذا الشيء، لان من الوقت انا الوقت راه عندي محدود. بدا تاع التدبير الحر تاع الجامعه للرئيس، واللي خصو يكون يعني
يدير واحد التدبير تاع انه يعني عنده واحد نقولوا خص دائما الرئيس يخدم كانه رئيس شركه. قيادي اتحادي، وبالمناسبه نحن لا ننكر الكفاءه والفضل ديال اي واحد من رجالات الدوله. نحن كتشبعيين كنتعاملوا كنخدموا مع الهيئات السياسيه الاخرى بنزاهه بتنافسيه، كنرفضوا غير الممارسات غير الاخلاقيه. وهنا زعما غادي نقول لكم السيد عبد الرحمن اليوسفي كان مناضل كبير، وكان معروف انه تصفف في صفوف المعارضه لسنين، لكن عندما تحمل المسؤوليه ديال تسيير الدوله قال لهم كان عندنا شويه غلط. علاش؟ قال لهم لان المعارضه سلاحها الكلام، والتسيير سلاحه الارقام. مين تكون تعارض وتنتقد اي حاجه تقدر تقول عليها راه ما خداماتش. حنا بالامس القريب كانوا القيادات ديالنا ديال الاحرار، واخا ما كناش نترقصوا الحكومه، كانوا معروفين بالكفاءه ديالهم، وكانوا يشدوا قطاعات حيويه في الحكومه. وبالرغم من ذلك كانوا بعض الناس دائما يوجهوا الملام عندنا القيادات ديالنا، وكان دائما رجالات الدوله من طينه الكبار ديال البحر ومتفوقين الحصيله ديالها. ما نساوش حنا في الوقت ديال الكوفيد الشيء اللي قدمه السي عز اخنوش، هو على راس القطاع ديال الفلاحه، وكان مع السي محمد الصديقي هو اللي كان يدير القطاع. وما نساوش السي مولاي حفيد العالمي كيفاش تفوق في القطاع ديال الصناعه. يعني هنا اليوم من غادي تجي تقول كان ورش. حنا صراحه حنا ماشي بخطاب الشعباوي او يعني نبيع الوهم او لا، حنا نهضروا بالواقعيه اكثر ما نهضروا بالشعارات وبالهتافات. بمناسبه كبيره تناولنا بعض المواضيع اللي كانت الحكومه كتشتغل عليها، خاصه اللي كنهضرنا في القاعه على التضخم، وهضرنا على بعض الاصلاحات اللي كتقوم بها الحكومه، واللي كل مره كنا كنختاروا موضوع معين. اليوم كنعتقد بانه مادام السيد رئيس الحكومه قدم الحصيله ديال عمل الحكومه اللي هي حصيله طبعا الحاليه اللي بقى كيشتغل من العمل ديال الحكومه، ومن ديك كتستحق اننا نتوقفوا عليها ونتواصلوا على هذا الموضوع، لان منذ تولي الحزب الحكومه وحنا كمناضلين داخل تجمع الوطن الاحرار، وانتم اكيد انكم كتتبعوا هذا الجسم، بالتالي كنا نجد حرج كبير، مع المواطنين، لأنه شاهد أقدار أن تدبير هذه الحكومة يتزامن مع الظرفية الاستثنائية. الظرفية الاستثنائية كنا خارجين من كوفيد، ثم قبل ما يتعافى الاقتصاد العالمي بما فيه الاقتصاد الوطني، بدات مجموعة التحولات الجيوسياسية وخاصة بالذكر الحرب الروسية الأوكرانية والتأثير ديالها على التضخم، ثم كذلك استمرار سنوات الجفاف على المستوى الداخلي، ثم كذلك زلزال الحوض وما يتطلبه من مجهود حكومي ومالي لإعادة الإعمار وإعادة بناء المناطق المتضررة. وبالتالي فهذه الترفية لابد أننا نتعثر على هذه الحصيلة، أننا نستحضر هذه الترفية، لأنها أخذت من الحكومة مجهود كبير، وكذلك طلبت اعتمادات مالية جد 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 ضخمة لمواجهة هاد الظرفية. وبالتالي من تنظروا على الحصيلة لابد أننا غادي نهضروا على الحصيلة اللي قدمت الحكومة في تدبير هذه الأزمات، وكذلك على الحصيلة اللي حققتها في الإنجازات. لذلك الموضوع ديال هاد اللقاء كان سمينا هذه تدبير الأزمات والوفاء بالالتزامات. لذلك فهاد الظرفية هذه نظرت ظروف معينة، وبالتالي قلت بأنه هناك منتخبين ولا كمناضلين ولا كمنتمين للحزب كنا كنتحرجوا سواء في لقاءات عائليه او لا في قهاويه او لا في فضاءات معينه، انه قبل الانتخابات قدمنا واحد البرنامج اللي سهلنا فيه كاملين واللي وعدنا به المواطنين واللي كانت فيه التزامات كبيره، وكنا يعني وحتى هذا البرنامج كان يدخل على واحد النقاش على واحد المقاربه اللي سهلنا فيها كاملين، وبالتالي خرجنا بواحد البرنامج اللي كنعتقدوا بانه
كيمس الحاجيات ذات الاولويه اللي كيتم المواطن اللي كانت هي كتخص التعليم والصحه والشغل والوجهه الاجتماعيه واصلاحات المنطقه. وبالتالي فمنين قدمنا هذا البرنامج كتبت عنده واحد الانتظاريه، كتبت عليه انتظاريه لدى المواطنين انه كيسمعوا من الحكومه بهذا البرنامج انها ربما غادي تنقل المغرب من وضع معين الى وضع احسن. باش نحضروا كما كان الحال، المهم حضر سجلنا معكم الحضور، وحنا راح الإشارة في الأول، جيتي تحكم بالحصيلة، ربما كان واحد السؤال تنسأل عليه، في هذا الجانب، تاع النتائج والنتائج دائما كتكون الأرقام والإحصائيات، وعددنا ما يكفي، سواء كان الفرق تاع الحكومة، اللي تم تاع انطلاق مسيرة الحكومة كتجدد إلى حدود 2024 إلى آخر حصيلة في مسيرة الحكومة. بالنسبة لي أنا من المبدع سواء في الشؤون المحلية أو الشؤون العامة، بالنسبة للشؤون المحلية كنت أشتغل على الجيوب العسكر كمنتخب جماعي في 1992 إلى حدود تقريبا 2015، وكنشتغل كنتصل في الدارس وكمدير مصالح الجامعة، لأن كنجمع ما بين الاثنين. وكان قد كيشتغل كذلك كمكون عند وزارة الداخلية. إن شاء الله في المستقبل القريب ولا في الأيامات الجاية أنا نظهر الإشارة يعني في الدورات التكوينية على مستوى القوانين التنظيمية للجامعات وفي الصفقات العمومية وفي الجانب المالي وفي الجانب الجبلية المحلية وفي الجانب المتوفرة في الصفقات. وشكرا.